أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. والنهاردة حلقة أخو البنات. على مهلك يا بابا، على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلوة عشان أكيف لك كده الجو. بيبي الجو بقى حر وكده. استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين، ممكن اخدهم كويسي على طريقه. على طريقه لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا. عشان تخيل مشوفتش كده، والله مشوفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسه اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسه بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى كبيرة ما قلتش لحضرتك احترم، ما يشوفوش الشارع. شغل ليل نهار، شغل شغل الشقة شغل الشقة. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حبيبي. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، ما انت عارفين انت راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجة؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يجوزوني. شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم. ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانيت العشاشين. بص انا بالدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا، ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسيم؟ حبيب قلبي، حبيب قلبي من العسل ده. حبايبي 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 والله العظيم. لسه بقول يا عمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري. ربنا يحييك. استنى بس يا عمو، انت عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو؟ لسه بقول له، لسه بقول له يا عمو ايه، استنى بس خليك معايا يا عمو. انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني. ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك ايه؟ مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا اله الا الله. بس ايه رايك في ويزي؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده. ايه يا سماسيم؟ ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ ولا هيفرهدنا على الفاضي؟ شكله في الجعان قوي. ايوه. لا يا سمسم بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. ايه ده بس يا عم؟ ايه اخواتك حبايبي؟ ايه ده يا عم يا مسلم؟ باين عليهم حبايبي يعني. ايه ده بس؟ أيوة انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200 اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاه على النبي، وانت يا ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا واكسه ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس؟ لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه؟ انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 طقم. يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. مركز في السكه. انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا من هنا.
انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرخيص ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم مشيت انا بس، مشيت انا. بندره ايه وحنبره ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده بقول لك ايه؟ بص سكتك يا سماسيم. سماسيم مين؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه يا سماسيم؟ لا لا شكله مشفر عليك. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيم. ضيع ايه؟ وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه بيقع معانا زبونه بنت انتوايه ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشفر عليك. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى. ما تقفش ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه ده بس؟ تمسك سيدي كده بس. انا قاعد. يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده منين؟ اوعى عورتي مين يا بنتي؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. الاول خليني مع اخواتك وبعد كده. اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ياكلوك ناي. يا سمسم دول ياكلوك حيشوفوك. الله 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 الله. الراجل ده باين عليه ايه؟ ايه يا سمسم؟ الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده ضايع. في التوهان. بقول لك ايه؟ محفظتك فين بس؟ وريني كده يا سمسم. تعرف الراجل ده؟ بص لي بقى. تعرف الراجل؟ بقول لك المحفظه فين بقى؟ الشغل ده بقى يا ابني ما تستفزش. يا ابني يا ابني ما تستفزش. ايه بس؟ معاك فلوس ولا لك 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 وفعل ما فيش. بقول لك ايه؟ هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني تاكس. بس انت راجل معايا يا ابني. اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظه. ده 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 طلع اللي في المحفظه. يا سماسي معلمه احنا لسه هنيجي. احنا بنهزر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس. كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم. خلاص بقى بس مدام راحت. اه طبعا. بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيب قلبي. حبيب قلبي ازيك؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك. بس مستعجل بس عشان واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر الشارع يمين؟ اه عند الحصري كده؟ عند الحصري كده. ماشي 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 ماشي. عادي عادي. هيضايقك بس اعدي اخد اخواتي من البار؟ طب ما طب وصلني وبعد كده باخد. لا على الطريق والله. بنتين اخواتي غلابه اقسم بالله. احترام الدنيا ادب الدنيا. ابويا وامي ما سابونيش غيرهم. ربنا يخليهم لك. يا رب يديك زي ما اداني والله. الله يخليك. شقه ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقه ليل نهار. البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل. ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش. شغل للبيت ومن البيت للشغل. مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم الكبير؟ انا اخوهم الكبير. بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص هم اللي بيلبسوني الصبح. اه يعني مخلين بالهم. هم اللي بيسرحوا لي شعري. اه زي ابوهم وامهم كده يعني. فاهم يعني؟ التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس لا دي جميله. يعني اختي نوسه اللي عاملاها. اختي نوسه اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. اه نص مصر بتعلق على التسريحه. اه والنص الثاني بيعلق. نوسه قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده. بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات. بحبكم بحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم. حبايب قلبي حبيبي يا قلبي سمسم. حبيب قلبي سمسم. اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا اخلاق الدنيا وقلة ادب الدنيا. يا لهوي هزار خف الدم. كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا شرب بيشربوا نوم بيناموا على الحيطه بيمشوا كل حاجه. اه والله بالذات في النوم دي بالنام في اي حته. بقول لك ايه يا سمسم؟ عمرهم ما شافوا طول عمرهم في عربيات. في عربيات طبعا. طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا طبعا. اللي قال لي يا واد يا سمسم مين ده؟ زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل وباين عليه ما شاء الله الرجوله. شكله عصب الولد. وريني كده الواد عصب اقسم بالله. ده عصب عصب يعني.
المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى انا كده ممكن اقلب على الوش التاني وازعل منكم. ولا هي التاني ولا لا الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الأبيج والسبايك كامل. مش بنتكلم على الأبيج، احنا بنتكلم على المعامله. اه تابع. بقول لك يا بيرو بيرو انا هارش. اه لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى. ما تقرب يا عم انت بيقرب لك ايه يعني؟ امشي شويه يا عم. ايه اللي بتعمله؟ بس يا بنت انت خليك في حالك بلا تقرب لي. مش كده ليه يا عم؟ ايه ده ماله ده يا اختي؟ ما تفهمش. خليك قاعد على البنات يا عم. خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. ده في حالهم ملوش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك. ما تهدى بقى. انا هات. اقول لك ايه يا سمسم؟ انا سمسم ده أوه. انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل. لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب. قال لي البنت نوسة وحشني وحشني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي. يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه. بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي. كلمه دلوقتي. نوسة يحب الخفيه. كلمه. طب استني. ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه القلب. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. اه امال ايه؟ طبعا. اه ما يخرب بيتك يا بعيد. انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكره؟ بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسة عايزه اتكلمك. خد يا بنت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمها ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ يا جدع شقيانين. ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت. شقيانين احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي. دي سجاره يمكن. انا ما بشربش سجاير. ما بشربش سجاير. يا سلام ابو طلاليلو. ايه يا حبيبي؟ في بعض. طب استني بس. بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال. كمان؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا. والله انت رزقك في رجليك. ثواني خليك معايا. بقول لك ايه؟ تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي اللي اسمك سمسم يا دي. انت مجنون يا دي ولا خلاص يا دي؟ يا جدع سيب يا عم. لا مش عايزهم يا اخويا. 1000 دولار. لا يا اخويا خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق. اوعى يا بنت. 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 احترم نفسك. انا بقول لك اهو. ده عصب شكله سعيد. ما تنزلني هنا بلا عصب بلا عصب بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا انت احترم نفسك. خليهم لك يا انت. انا لا اخلص معاه واكلمك. اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه؟ اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو. أيوة. وديني البت الكوافيره بتاعتك. هتعمل له صنفره وتنضفه وتنضفه. لا انا انضفني قبل ما اشوفك يا يا عم. انا هوديك والله. انضف قبل ما اشوفك وهشوف الاشكال دي انت عملته. انا هوديك يا سالي عينك ولا ايه؟ مش فايق يا عيني. قاعدين اخواتي ومربيهم وما بيطلعوش لوحدك يا ابني. ما بيطلعوش من البيت. ما بيطلعوش يا ابني. وحدك بس كده. ما انا باصص. ما تبص يا رجع. بص عليا يا سماسيمو. ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. جاي في شارع. شنب انت عبط. وشعر السجل جاي يتنطط كويس. السام ده مجانين. ماشي نعمل له حمام مغربي يا ريت. ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال. عنده قشف في الحته دي. شيله هو. شيله صدق. اه وشعر صدره ده يتنتف. شعرها شعرها. ايدك بس يلا يا ريت. يلا يلا ما تتجنش. بس مالهاش في الطيب نصيب يا عمر. مش فاهم مصلحتك. ارميها. انت تحترم نفسك. عمر مش فاهم مصلحتك. انت تحترم نفسك. هتغلط هيقل منك والله. تعالى لي لا ولا تعرف تقلب. اه يلا انت. انا لو ده بس يلا. بقول لك يلا. اورني انا اورني والله. اورني ولا انت هتجوع والله. اورني انا. لا طب اقول لك على والله انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هم اخوات اورني. بقول لك ايه؟ بقول لك هتتعب عليك والله. هتزعل مني مصيبه والله. انت هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كداب. يا لا انت بيتحرش بيك. ايه؟ ايوه يا لا. دلوقتي يا بنت. دلوقتي يا بنت بيتحرش فيك. بيتحرش فيك والله. بتتحرر. تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم؟ يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي. الكراسي دي فيها ايه؟ ايدك يا ايدي. طب وريني الكراسي. خلاص بص وعدك بلا بتاع. يا عم ايه اللي جابني معاك؟ الله يخرب بيتك. بتتحرش بيك يا عم. ايه؟ هركن على جنب. والله انت ابويا يا بيت. يا لا
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتضايق بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البورد. اخدهم معايا. اخواتي من الدور الدور الدور. ماشي، عايز اخدهم في طريقنا باذن الله يا باشا. ربنا يديلك بس هدف الدنيا، خلاق الدنيا. مفيش تربيه كده. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم. ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام شطاره. والله يا باشا سبحان الله، هم اللي يلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني انا اقول لك التسريحه اللي انا مسرحها دي، اختي نوسه. اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله والله يا زين نوسه نوسه اختي العسل. واختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه. نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. اه بيعلق قصدي اقسم بالله. شقيانين ليل نهار. اوردرات 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 شغل لما يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يتجوزوك. هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده، وهم عايزين يتجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق. فهم البنات العسلات اخواتي، هم دول اخواتي الامارة. بص الادب، بص الاحترام، بص الاحترام، بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله، بص الادب، بص الاحترام، بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسمتي. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجة. انت كمان وحشت اخر 98 حاجة. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا والاثنين. اقسم بالله ادب الدنيا. والله ده باين قوي. والله باين باين. اقول لك على حاجه. طيب اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيين. ايوه طبعا ده باين عليهم الشقاوه. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس، عايز افهم، انت دول اخواتك؟ اخواتي. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه. دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى من نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريح. انا بيرو. اللي مسرحاه. هو اللي مسرحنا. انت وديني طريقي بس ما ملخص في الدنيا دي. خلاص يا بنات، انا في الكلام اللي انت بتعمله ده. خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده. صح خلاص احنا رايحين طريقك. ايه يا ابو تغالي يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك، حسبت البت نوسه ولا لا؟ حسبتها. حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا. والله حسبتها 200 دولار. كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم؟ ما احنا كنا متفقين على 500 وطلاق. يا دوب نجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه، ده والله ده فرنساوي. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادني يا اخويا. ثواني يا باشا، ثواني بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال؟ ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع؟ انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلقي في مناخيري. يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يبقى ليه؟ انا سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني؟ عضلات بس انت كده شويه. ولا ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بقى احترم نفسك. عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينفذ. واظبط انت كلامك. هظبطهولك عشان ايه؟ هبعتهولك نجيب. مش هقول لك تاني. هبعتهولك نجيب. انت بيرو هتدي معاك البت المغربيه. كلمني وايدك جنبي. هيقف وكلمني وايدك جنبي. شيلو شنب وده وشعر شنب. ايه بس؟ وهيطلع معايا لابو طلال. يلا خلاص انت مش هتقعد. بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اقول لك ايه؟ اخويا انت مالك قفش كده ليه؟ ده انا
هتحلفي هتحلفي حد يقول للرزق لا $1000 ده بداية كلام افهم مني يا مثبت العقل في الراس $1000 ده بداية كلام يابا خلوهم لك انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول اسمع بس انت منا رايح خلاص مفيش مشاكل اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست انا عايز اشرب اقول لك بس بص انا ما تبصش للبنات بس ثواني بقى ايه للبنات ايه بقى ليك اللي انت بتعمله جاي لابو طلال ولا مش جاي يا عم يا ابو طلال مين اللي بتعمل يا جدع انت صوت يا بنات انت بتختصب البنات اقول لك ايه انا دي رايحه حرك انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده هتخليني بص اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها انت ما تعرفش تعمل حاجه ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخواتي يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين مفيش نزول يا عم بنت صوتي يا بنت لي بس يا بس لي بس على مذيع ولا مذيع يا عم اقول لك ايه بس ليه يا عم نسيت